نورين المسرح. بعدين راح نسولف وايد سوالف. رايك كومبليت مستمر على المسرح ويا هذا الجمهور احلى. عندي هواية ضيوف اليوم. جابك شرطك ايش الاستاذ علي. السلام عليكم. ليش هدفنا سلامة سعداني؟ ليش؟ يعني الشارع من مورد هو سعداني بعد كل تفاصيل هذا يعني أجي والله زعلان يا صديقي قالوا واحد مش عارف قاطع بي عن الإحداث أقعد الفاتحة أخي شو تسوي؟ روح تصرف وفي ياخي حاولنا نقول فيلم زين شلون يعني؟ بس اكيد نجم العراق الاول نجم عربي مفتخر بيه كلنا. شكرا لحضورك. وزميلتنا انا احب زميلتنا بس انا بقولها يعني انه نقدم برامج العراقيين اللي يقولوها بطريقه يعني اوفر. زميلتنا العزيزه والوالده هاله نورتنا اليوم دائما ونجمتنا نيرة طالب ان شاء الله نتمنى لها التوفيق واسماعيل صديق النجمان اللي كل الدنيا قاعد تحس عن السعوديات. هذا طبعا سؤال سخيف لما الواحد يعني يعرف انه فلان يتخذ مشورة جميلة. اي شو هذا شمس؟ يعني صدق رقم مثلا جدري يعني. دائما الواحد يعني مثلا راكب تاكسي. انت فنان اي اعرفك. شو هذا سولاف؟ شو هذا؟ شو هذا؟ لا حسين مخطوبة بالله